الجزائري. طبعا انا مسوي خطر وسط الان، محاوله عن طريق اللاعب ديانكا بابي مالي. كره ممتازه خطيره لصالح منتخب الجزائري. فرصه 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 فرصه، واخيرا يتمكن المنتخب الجزائري من تسجيل اول هدفه في هذه المباراه. 1-0 1-0 في هذه المقابله، واول اهداف هذا اللقاء يحضر في هذه اللحظات مع دعوات الحارس مازوزي. طبعا ساتعرف على هويه مسجل الهدف بعد لحظات. هدف واحد مقابل شيء، لم يتبقى الكثير لاعلان نهايه هذا المباراه، على اعتبار انه الوقت المتبقي تقريبا 13 دقيقة. إذن هدف واحد مقابل لا شيء. شاهدوا كان هناك خطأ على مستوى التغطية الدفاعية، وطبعا المسجل هو اللاعب مهدي بن علجية. بن علجية مهدي هو الذي سجل هذا الهدف. كانت محاولة صحيحة للتهديف، تمكن من وضع الكرة بشكل جيد.